التمارين بالكلمات. يا ترى ما هو أهدافنا من هذا اللقاء؟ هو عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أن تعرف الاتصال الكلامي، أن تفرق بين مهارات الاتصال الكلامي، أن تعدد أنواع الاتصال الكلامي، أن تبين مشوشات الاتصال الكلامي، كذلك أن تعبر عن رأيك ومدى قناعتك بأهمية الاتصال الكلامي، أن تذكر طرق تحسين الاتصال الكلامي، أن تمارس طرق الاتصال الكلامي. لا شك أن كثيرا منا يعرف صاحب هذه الصورة، وهي الدكتور إبراهيم الفقي الذي هو رائد التنمية البشرية في العالم العربي والإسلامي. كان له دور كبير وبارز جدا، اتجه إلى التنمية البشرية في الخمسينيات من عمره، استطاع خلال 20 سنة أو أقل أن يؤسس ثروة هائلة جدا في مجال التنمية البشرية والتأثير والإقناع. كل ذلك كان بعملية الاتصال الكلامي واستخدام لغة الكلام استخداما قويا. إذن الاتصال اللفظي هو أحد مهارات الاتصال، فالمرسل يحاول إيصال أكبر قدر من الكلمات. والتلفظ ماذا يعني؟ هو تموجات هوائية مصدرها هو في الغالب من الحنجرة. فالكلام هو الأصوات المفيدة، والإقناع بالحجة والمنطق. فسوف نتحدث في هذا اللقاء عن الاتصال الكلامي وأهميته. يا ترى ما هو الاتصال الكلامي؟ الاتصال الكلامي هو تبادل اللغة الكلامية من خلال الحديثين من خلال الحديث بين طرفين بهدف إيصال أكبر قدر ممكن من معاني ومحتواها. إذن ما هو الهدف من عملية التواصل؟ أنا لما أقوم بالتحدث مع الآخرين ينبغي أن نستحضر. فأهداف عملية التواصل كما تشاهدونها أمامكم أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، هو أنني إما أريد أن أغير سلوك لدى الآخرين، أو أريد أننا أعمل إثارة لديهم، أو أريد أن أوصل لهم موضوع معين يتم استيعابه وأتأكد من الفهم، أو أنني أحاول إقناعهم بموضوع أو قضية ما، أو أنني معلومات. إذن الاتصال الكلامي هو عملية معلومات، أفكار، وفي نفس الوقت قدرات. هذا هو ماذا نريد أن نوصل للآخرين. أنا أريد أن أوصل لهم معلومات، أضيف إلى معلوماتهم، أريد أن أغير في أفكارهم، أغير في قناعاتهم، أريد بذلك أن أصقل قدراتهم مهارات جديدة. أنواع الاتصال الكلامي. أنواع الاتصال الكلامي، ومعنا مهارة الاتصال الشفهي ومهارة الاتصال الكتابي. الشفهي عن طريق المشافهة بالصوت، والاتصال الكتابي هو أن أقرأ من كتاب، أن أقرأ من كتاب. والاتصال الشفهي هو أننا أتحدث في آخر يستمع، وأما الاتصال الكتابي فهو الكتابة وفي واحد يقرأ الكتاب. أكتب أنا مثلا في الصحيفة، في وسائل التواصل أكتب، وهناك شخص آخر يقرأ، تسمى مهارة الاتصال الكتابي. لكن يا ترى أنا لما أتحدث للآخرين، هل أن الأشخاص الذين يستمعون إلي هل هم نمط واحد أم أنماط متعددة؟ هناك عدة أنماط. فهناك النمط البصري، هناك شخص دائما نمطه بصري يتأثر بالمظهر، سريع ومتهور. هذا هو الإيجابيات فيه، أنه نشيط ومتحرك ولا يعجبه الجلوس ويريد أن يتحرك. لكنه الأعظم سلبية فيه أنه سريع، يتخذ قراراته بدون تروي. أما النمط السمعي فهذا هو إذا سمع فعلا يفهم، لكنه بطيء في الفهم، لكنه فعلا حكيم ويصلح للقيادة. ولذلك الأشخاص الذين ترونهم دائما يجيدون عملية الاستماع ولا يتهورون بسرعة ولا يندفعون بسرعة، تعرف أنه شخص نمط سمعي. وكذلك النمط الحسي، هذا الشخص الذي هو لا يعجبه الأصوات المرتفعة، وفي نفس الوقت لا تعجبه الضوضاء ولا الأشياء المزعجة، ولكنه في نفس الوقت عاطفي فيحتاج إلى كلام حساس ذا مشاعر فيه. ما هي قواعد الاتصال الكلامي؟ أنا عندما أقوم بالتحدث مع الآخرين هناك قواعد مهمة جدا يحتاج أن أقوم بعملية ضبطها. هو أولا أنه لازم تكون عندي الرغبة القوية في عملية الاتصال. النطق الصحيح، حاول أن أتعلم النطق، وهذا مهم جدا.
كذلك وضوح الصوت والتكرار والتشجيع والتجاوب. أنا عندما أتحدث أحاول أستخدم لغة جسد، أحاول أستخدم أشياء محسنات، أحاول أن أضغط على بعض الكلمات وهكذا. التغذية الراجعة بمعنى أنني أتأكد هل تم فهم واستخدام اللغة السهلة والتي هي مفهومة. ما هي يا ترى خصائص الاتصال الكلامي؟ من خصائص الاتصال الكلامي أنه أنا لما أتكلم مع شخص هو قاصر على ثقافة واحدة، إما أن تكون لغتي عربية أو إنجليزية أو فرنسية إلى غير ذلك، فهي ثقافة واحدة لأنه أنا أتصل اتصال كلامي، وفي نفس الوقت تتحكم فيه قواعد اللغة، الفعل والفاعل والمفعول وهكذا. وكذلك يتم اكتسابه في مراحل متأخرة من النمو. نجد أن الطفل ربما ما يتكلم الكلام الصحيح الواضح إلا بعد 4 سنوات أو 5، لكنه ممكن أن يفهم الاتصال الغير كلامي بصورة مبكرة جدا، ربما في 2 سنين تستطيع أن تؤشر إليه تعال اذهب فيقوم بهذا التصرف. تستخدم الرموز على شكل كلمات منطوقة، أقل صدق وتأثير عن الاتصال الكلامي هو أقل صدق وتأثير. ما هي مميزات الاتصال الكلامي؟ ميزاته أنه ما يحتاج كثير من الوقت، أنا أتحدث سريعا، يتيح فرصة للمحاورة والنقاش، يسهل عملية الاتصال الشخصي بين طرفي الاتصال، يشجع على التعاون ويساعد في تكوين الصداقات، تظهر فيها التغذية وضوح. يا ترى ما هي المعوقات؟ هناك معوقات تحول دون اتصالي الكلامي. ما هي أهم المعوقات؟ ما هي أهم المعوقات لاتصالي الكلامي؟ هناك معوقات نحتاج أن نتنبه لها. أهم المعوقات للاتصال الكلامي هو الشائعات. الشائعات تعتبر من أهم معوقات الاتصال الكلامي، فيصبح الإنسان ربما يحجم عن الحديث لأن هناك شائعة معينة لا يستطيع أن ينقلها للآخرين بسبب أنه قد يخاف أن تكون شائعة. حجب المعنى بمعنى أنني أظهر للآخر معنى مبطن لا يفهمه، فيكون المعنى محجوب، وكما تحدث اليوم في وسائل الإعلام اليوم العالمية عندما يعني يريدون أن يروجوا لموضوع معين أو قضية معينة فنجدهم يستخدموا أشياء مغالطة وهكذا. كذلك الاختلافات الثقافية من معوقات الاتصال الكلامي، مثلا أنا شخص أتحدث اللغة العربية وهناك شخص آخر يتحدث اللغة الإنجليزية، لكن الشخص الآخر هو لا يجيد التحدث باللغة العربية ولا أنا كذلك أجيد التحدث باللغة الإنجليزية، فالاختلافات الثقافية تشكل عائق اتصال. سوء الفهم من معوقات الاتصال الكلامي، سوء الفهم. وكذلك التطرف في الكلمات، التطرف في الكلمات. يا ترى مثلا أنت شخص لديك عزيز، صديق عندك ومحبوب لديك، وتصرفاته كلها متميزة معك، إلا أنه تصرف تصرفا خاطئا مرة ما، فقلت له ما رأيت منك خيرا قط. لا، هذا يعتبر تطرف في الكلمات، وربما أنه يؤدي إلى أن الشخص يبدأ يحجم عن الاتصال الكلامي معك والعكس. هذه معوقات الاتصال الكلامي التي تحدثنا عنها سابقا. كي نحسن عملية الاتصال الكلامي لنعرف مع من نتحدث، لنعرف مع من نتحدث، وفي نفس الوقت ينبغي أن نستخدم لغة دقيقة، ولنستخدم لغة شارحة، وفي نفس الوقت لنستخدم تكون لغة حيوية وشيقة، ونستخدم لغة ملائمة، ونكون مسؤولين عن كلامنا. إذن نعرف مع من نتحدث، نحاول أننا عندما نتكلم عن أرقام لا نتكلم إلا عن أرقام صحيحة، نحاول أن نوضح موضوع ونشرح فيه إذا كان هناك لبس، نحاول أن نستخدم اللغة الحيوية والشيقة، نحاول أننا نستخدم لغة ملائمة، فلا يكون أنا في موطن حزن وأبدأ أتكلم لغة يعني رومانسية أو سعادة زائدة، لا، اللغة تكون ملائمة. لنكن مسؤولين عن كلامنا، كلامك أنت هو ميزان، لابد أن تكون مسؤول عن كلامك. أخيرا أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات في جامعة السعيدة،
ملخص اللقاء لما تحدثنا عنه في هذا اللقاء الرابع من الاتصال الكلامي. تحدثنا عن الاتصال الكلامي وتعريفه، أهميته، وقواعد الاتصال، وأنواع الاتصال، والخصائص والمميزات، والمشوشات، وطرق التحسين الكلامي. ومن خلالها نستطيع إذا استخدمنا فعلا فنيات متميزة أن نؤثر على المخاطبين. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، سعيد استماعكم لي، على أمل أن ألقاكم في اللقاء الخامس، فكونوا معنا.